جد اذا بدها تتبع لك على كل شيء وحتى المواعيد عندها راح تكون. اذا البحرين الاكيد وفلسطين مزبوط. طيب في رمضان في عمان اكيد, في بالجي بي سي ب 8 اكيد راح تكون. انت هيك حرقتي المفاجاه اللي عاملينها على الهواء جي بي سي. عم تمزح؟ لا بس اكيد ما في, ما في ب8 الشهر, ما في ب8 رمضان في جي بي سي حفله, ما في يا جماعه. اذا يمكن هاي اول حفله راح تكون مباشره لإلك. اول حفله في جي بي سي في عمان. مزبوط. خلينا اقول انه المحل بيتسع ل 2000 شخص تقريبا, ف راح يكون اول حفله في جي بي سي لليان بعد عودتها من ستار اكاديمي. طيب ما حرقتي شيء؟ لا بالعكس. ما حدا سامعنا. خلص يلا منيح. طيب خلينا نكمل معك ليان واسئله سريعه. موقف محرج صار داخل الاكاديمي تمنيتي لو هيك الكاميرا ما لقطته او لو لو لو؟ صراحة كل الأوقات اللي كنت فيها معصبة وعم بكسر كنت أتمنى أنه الكاميرا ما تصور لأني كسرت الأكاديمي. أها, ما خفتي أنه هذا الشيء أثر على وجودك داخل الأكاديمي؟ هو أظن أثر إيجابي على وجودي. أثر إيجابي, بحبوا الأكشن فعلا 100%. أنا هاي معك فيها. طيب لحظة خروجك من ستار أكاديمي, لما أول شيء عرفتي أنه أنت اللي راح تطلعي من البرايم, شو الشعور اللي اجاك؟ بصراحة كنت أنا كثير مبسوطة لأنه obviously كان آخر أسبوعين كنت عم بنق بدي أطلع. أظن الكل شاف هذا الإشي, بس بنفس الوقت يعني الواحد بتعز عليه يترك بيت سكن فيه 3 شهور ونص مع ناس صاروا عيلته تقريبا, والأكاديمي والفريق العمل كله, ومدام يعني كلهم إلهم إشي خلص, يعني كأنك عن جد عم تترك بيتك. كان إشي كثير أنا فرحانة إني طالعة لأنه خلص بدي أطلع, بنفس الوقت زعلانة لأني رح أتركهم. طيب هل بلحظة من اللحظات حسيتي إنه ممكن تاخذي اللقب؟ اكيد انا دائما بحس ودائما عندي هذا الشعور. اها لهلا؟ لا 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 خلص. طيب خلصنا. مين برايك بيستحق كان اللقب, نسمة ولا سارة ولا؟ هلا انا يعني ما عندي شو بقولوا المقومات اني احكي فيها الموضوع. لا انت بتعرفيهم منيح اكيد. بس انا بقول لك وباكد لك وبصم لك بالعشرة انه نسمة بتستاهل وعن جدارة بصراحة. صوت حلو, صوت رائع وامكانيات رائعة, كل شيء بتعرف تغنيه بطريقة مظبوطة 100%, وعندها تالنت البنت واضحة يعني ما شاء الله عن جد تستاهل, هي بتستاهل. طيب مين مش اصحابك في الاكاديمي؟ ما بدي اسالك مين اصحابي, خلينا هيك نهوي شوي وتصير مشاكل بعد مين مش اصحابي؟ شوف انا كلهم اصحاب عن جد. لا لا, هذا جواب دبلوماسي. لا لا مش دبلوماسي والله, انا بكره هاي القصص, مش هيك قصدي, انه انا ما بكره حدا عن جد, هذا الشيء فيه انا ما بقدر اكره. أوكي. حدا بس مين مش كثير انت وياهم؟ أوكي, يعني اصحاب في ناس كان في بيني وبينهم تاتش صغير بس هلا ما في شيء. هو كريم يعني صار في بيننا مشاكل غبيه جدا وما لها داعي من الضغط اللي كنا فيه, وبوجه له تحيه كثير كبيره اكيد. مين كمان صار بيني وبينه مشاكل؟ ولا حدا عن جد ما صار بيني وبينه. ذكرني. لا هلا انا ما بسالك مين صار بينك وبينه مشاكل, مين مش اصحابك, مين انه شوف عادي. انا حاقول لك مين اصحابي. مش حاجه اصحابي اللي انا عن جد يعني بحبهم ولهم معزه خاصه بقلبي هم اكيد ميدو وعبد السلام, نينا واميمه. اكيد اكيد رافع, يعني ما مش ضروري اذكر اسمه لانه واحد من العيله رافع. مين كمان يا ليان زكري؟ دقدو بموت في دقدو حبيب قلبي, و بكفي. حكيت ساره صح؟ حكيت وساره. وساره هدول لهم يعني اشي خاص في قلبي. بنوجه لهم تحيه جميعا اكيد, أكيد. ورافع كان في استقبالك؟ كان بلبنان عنده حفلة بس اجى عندي تاني يوم على البيت وزارني حبيب قلبي, ما في عتب. منوجه له تحية أكيد. طيب خلينا نسمع كمان أغنية, شو رأيك؟ يلا شو منغني؟ منغني شو أغني لكم؟ يلا بعد الأغنية بنفتح مجال للاتصالات. أغني والله ما أنا عارفة. صح؟ صعب الاختيار. صعب كتير. لا استنى لازم أفكر بإشي. اغني اكذب عليك. يلا اكذب عليك. طيب راح نسمع اكذب عليك لايف بصوت ليان بزلميت. يلا مباشرة. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك لو قلت نسيتك انسى اكدب عليك امال انا ايه
ليان، بالفترة اللي كنت فيها بالأكاديمي زرت مصر والتقيت هناك بمجموعة من الطلاب، خصوصا مناطق 48 في فلسطين أكيد، وكانوا يعني عم بيسألوا عنك وهيك متحمسين جدا كانوا لتشجيعك. إجاكي عروض إنه يكون لك حفلات هناك، خصوصا نعرف إنه حفلات كتير عم بتصير هناك بال 48 قصدك؟ نعم. أكيد إجاني كتير وعن جد يعني بال 48 عن جد أوجه لهم تحية كتير كبيرة، لأنه ما بتخيل قد إيه دعموني بشكل فظيع. بكفي إنهم سافروا من 48 للأردن، إجوا ليستقبلوني، هاي ما بنساها. عن جد فأكيد أنا لأخلص من لما أخلص من حفلة نابلس بإذن الله راح يكون في زيارة أكيد 100%. ما حأترك محل فلسطين، ما حأفوته يعني. طيب خلينا نفتح المجال شوي للاتصالات، بلاش يلا. نأخر الاتصالات أكثر. يلا أنت المذيعة. ألو مرحبا. أهلا، كيفك ليان؟ منيحة، مين معي؟ لينا من الأردن. يا هلا يا هلا بأهل الأردن. كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام ليان. أنا كتير 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 بحبك، ودائما كنت أكتب لك على الفيسبوك حبيبتي. ثانك يو. فيسبوك بس ما كنت تقرأ يعني. لا أكيد بكون قرأت بس ما لحقت أجاوب، هي هاي المشكلة. بدي احكي، انت في عندك حفلات هون بالاردن قريب؟ امبلا في عندي، بس لسه ما راح اعلن هلا، لما اتاكد باكدكم معي. طب ممكن تحكي انك بتحبيني يعني؟ دي حاضر، انا كتير بحبك. حياتي كتير 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 بحبك. حبيبتي كمان بتسلم عليك. الله يسلمك. الجروب اللي بالفانز اللي بالجروب بيسلموا عليك. سلمي عليهم كلهم حبيبه قلبي. ليان بدي توعديني انه تدخلي اليوم بالليل لبيج شوشره وتقراي كل المسجات عشان ما يزعل حدا. حاضر. لانه عدد كبير من المسجات عم بيطلبوا انه تقراي الرسائل اللي عم يكتبوها على الوول. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. الو. الو يا هلا. مرحبا محمد. اهلا، كيفك؟ تمام. بدي احكي مع ليان. بصير مين معي؟ معك براء. براء، تفضلي يا براء. الو. كيفك ليان؟ الحمد لله. انتي انا كثير بحبك حبيبه قلبي. عن جد رفعتي راسنا حبيبتي. الحمد لله. انا كثير كثير بحبك حبيبتي، وانا كمان كثير كثير بحبك. لازم نشوفك بأربد. اكيد جاي على أربد، وعد والله العظيم لاجي. خلص حطيتها براسي. اكيد جايه. لا اكيد جاي. خلص يعني هاي وعدتك على الهواء. وانا بدي اشكرك براء على اتصالك معنا من اربد. ثانك يو. باي باي. ثانك يو. باي باي. كمان اتصال. يلا. الو. 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 انا مرحبا. ردوا هيك. يلا كمل. مين معي؟ الو. انا مرحبا. هلا، مين معي؟ كيف ليان؟ تمام. مين بيحكي؟ بكيات. يا اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ تمام حبيبتي، انت كيفك؟ الحمد لله بخير. بسألك سؤال. اسألي. بس أول إشي بدي أعيد عزاز شاهين. أوكي، هابي بيرثدي. بحكي لكم سنة أنت سالم. أكيد أكيد. الميلاد بعد يومين، بعيد علي عن عبر قناتكم. شكرا ليان. شكرا لإلك. وبدي أسأل سؤال بس. تفضل. ليان بس ما تزعلي. لا ما بزعل. متندم على الحكي اللي حكيتيه عطاك بالأكاديمية؟ أنا حكيت قبل شوي إني أنا ما بندم ولا أي إشي عملته في حياتي. لاني ادهم. طب انت مكانك اصلا، طب انت حبيت عبد السلام، طب هاي خيانه. طيب مين حكى اني حبيت عبد السلام؟ بعدين هذا الموضوع انا مشهد بالكاميرات هاي كلها مصورتين اياه البي سي وتحكي مع بيتي. الحب مش خيانه. الحب مش خيانه، الخيانه تحبي تخوني وانت بتحبي، هذا الخيانه. انت الثانيه ما شاء الله حبيتي سنه للقاك، صرت خاينتي بسرعه. هو حكى انا ما خونتها. لا هلا هي بتقول لك انا ما بخون حبيبتي. ما هي ما خانته. هلا انا لما اكون مع حدا وبحب حدا ما بخونه، بس هو ما خانك.
لا أمبلا، وأنا شفت تأكدت الموضوع هذا كثير كثير أخذ أكثر من حجمه عن جد. هلا هذا الموضوع ما رح نحكي فيه كثير، خصوصا أنه أبرد لك بس ما حدا قوته. طيب أنا بدي أعتذر منك حبيبتي. وأشكرك على اتصالك. يعني أنا مش حابب كتير نحكي بهالموضوع، خصوصا أنه حكينا فيه في برنامج شوشرة قبل هيك. عن جد. بس بدي أوضح شغلة أنا. أنت جاوبتي جواب حلو على فكرة، أنه لما يكون الشخص مع شخص ويحب شخص تاني هايفي يعني. لكن الحب لوحده مش هي بالضبط. يعني بالضبط 100%. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. ألو. يسعد مساك محمد. يا هلا. أنا نزيه الكساسلة. هلا بنزيه. تحياتي إلى كل ضيفة الأردن وضيفة صوت المدينة. يا أهلا وسهلا فيك يا نزيه. تحياتي أنا من الكرك ولفت نظري لما أها منصف. هلا بيك يا نزيه. تحياتي قلت لأن أكلت المنصف الكركي الحقيقي ولا المنصف لا الحقيقي الحقيقي يعني الراس بيكون فوق السحريك والمدع تمام. تشرفين عند الحج جميل وخبز مو ما بقولش راكي احنا بنقول صاج. بعرف انه اسمه صاج، ما اصلا احنا ما بناكل غير ما بناخد الا من لبن الكرك، يعني لبن جميل الكرك. من هيك غني اغنيه للكرك كيك نسمعها الان. بغني للاردن وبغني للكرك. حاضر هلا رح اغني. تحياتي لك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا نزيه. شكرا يعني كرم الكرك واهل الكرك اكيد دائما. خلينا ناخذ كمان اتصال، يلا اذا بنلحق ناخذ اخر مجموعه اتصالات. الو. كرك كيك نسمعها الان. بغني للاردن وبغني للكرك. حاضر هلا رح اغني. تحياتي لك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا نزيه. شكرا يعني كرم الكرك واهل الكرك اكيد دائما. خلينا ناخذ كمان اتصال، يلا اذا بنلحق ناخذ اخر مجموعه اتصالات. الو. الو. مرحبا. هلا. كيف الحال؟ يا هلا. كيفك اخوي محمد؟ محمد ابو شهاب معك. محمد ابو شهاب، اهلا وسهلا فيك يا محمد. ارحب في ضيفتنا العزيزه بيان. ثانك يو. شكرا. من وين تحكي معنا محمد؟ انا من كمه، من عمان. تفضل. حبيبي والله حبيت امسي عليه لانه كثير يعني صوته يعني كثير بيعجبني يعني يعني نغمه حلوه جدا 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 يعني ما برتاح على صوته كثير وبسترخي. شكرا. شكرا. عفوا. وبعدين ابدا انصحك نصيحه معلش. تفضل. الله يسعدك وسامحيني يعني اذا حنت نصيحه هاي. لا ابدا تفضل. اذا بدك تحبي حبي جوزك بس. نصيحة. أكيد أنا بدي أشكر اتصالك معنا، شكرا لك وشكرا كمان على النصيحة. حلوة النصيحة على فكرة. حلوة ومحلة ومزبوطة. 100% 100%. طيب معنا كمان اتصال. ألو. مرحبا. هلا. كيفك؟ أهلا. أخبارك؟ تمام. منيح. مين معي؟ آية. آية علي لي صوتك شوية. آية. أوكي هيك منيح. هيك منيح. مين آية؟ تفضلي ليان معك. ألا. ألا مرحبا. هاي حبيبتي. الحمد لله. انتي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام حبيبتي. انا كنت احكي لك انا اكثر شيء كان بدي فيكي فستينك. فساتينك. مقدمين. لا يا حبيبتي. حبيبه قلبي بدي اشكرك. آية. شكرا لك. أنا بدي أشكر اتصالك معنا، يعني بنحاول دائما ناخذ الاتصالات بأسرع وقت ممكن. خلص بكفي اتصالات. بالضبط ما ضايل معنا كتير وقت أصلا لحلقة اليوم. بدي أطلب منك بهاء تدخل لعنا للاستوديو مباشرة. ليان كل أسبوع بيكون في نجم في صوت المدينة، هذا النجم استحق أنه يكون هو نجم المدينة لمدة أسبوع. هذا الأسبوع أنت نجمة المدينة من صوت المدينة، وهذا الدرع أكيد درع نجم المدينة. نجم المدينة بيكون في كل المجالات، وانت في مجال الفن نجمة المدينة. عن جد شكرا، وهذا شرف كثير كبير لإلي. وعن جد شكرا. ثانك يو. لا الا الاغنيه. غير الاغنيه. غير بسرعه. شكرا بهاء لك اكيد. عن جد ثانك يو ليان. يعني بدي هيك بشكل مختصر توصفي لي الحالة اللي هلأ عم بتعيشيها بعد خروجك من ستار أكاديمي. هل لسه مشتتة أنت ومش عارفة إيش بدك تبلشي؟ لأنه بالعادة هاي الحالة بتيجي إنه حالة مش عارف كيف أبلش، من وين أبلش بالضبط. في كتير أشياء، كتير عروض، في أغاني، في ناس صح. فانز، إيش أسوي بالضبط؟ شوف أنا كتير يعني مشتتة، ما رح أدرح كيني مش مشتتة، لأنه الأوفرز عم تيجي كتار وكلهم حلوين، فمش عم بعرف إيش أختار. بس أكيد يعني مساعدة أمي هي عن جد عم بتساعدني بشكل رهيب رهيب جدا. أم ياسر. أكيد.